نرجع عن زميلنا أحمد أبو حماد ونصبح عليك مرة جديدة يا أحمد. نعم رندا، صباح الورد والياسمين، وحابين نعرف شو المفاجأة، بدنا نعرف شو الإعلامية، يعني قاعدين بنستنى احنا والمشاهدين وبدنا يعني يا حذرك يا حذرك، حاولوا احذروا انتم مين البرنامج، بدنا نعرف حاولوا احذروا مين ان شاء الله ان شاء الله بدنا نحاول احنا والساده المشاهدين انه نعرف مين الاعلاميه اللي راح تكون ضيفتك اليوم، وبتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافله برنامج يوم جديد ويتابع برنامج يوم جديد. اليوم بنصب عليكم على الهواء مباشره من قلب محافظه العاصمه، من منطقه الويبدا وبالتحديد من حديقه المتحف الوطني الاردني للفنون الجميله، وهي من اقدم واهم الحدائق في المملكه، بتمزج بين فن الرسم والنحت واللوحات التشكيليه والطبيعه الخضراء، بتستقطب أعداد كبيرة من السياح والزوار. طبعا صنع هذه الحديقة مجموعة من الفنانين الأردنيين المميزين. طبعا مشاهدينا اليوم راح يكون لنا عدة اطلالات من هذه المنطقة، راح نتعرف من خلالها على المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وأيضا راح يكون معنا قامة فنية إعلامية راح يكون معنا قامة فنية إبداعية تشكيلية من القامات المميزين وأصحاب الخبرة الكبيرة في الفن التشكيلي. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد من المتحف الوطني للفنون الجميلة. صباحكم سعيد بإذن الله.